أخبار اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو المؤتمر إن شاء الله النهاردة ده المؤتمر 16 لقسم طب وجراحة العين جامعة المنوفية، والذي يقام بالاشتراك مع الجمعية الرمادية المصرية، وده طبعا حاجة شرف عظيم للقسم إن هو يتعاون مع الجمعية الرمادية المصرية في إقامة المؤتمرات لنقل الخبرات ما بين خبراء طب وجراحة العين في الجامعات المختلفة إلى شباب الأطباء وإلى طلاب الدراسات العليا بالجامعات المصرية. وإن شاء الله المؤتمر هيقام على جلستين، كل جلسة فيها حوالي 8 أبحاث علمية، والأبحاث دي هتناقش الجديد في الطب وجراحة العين، عمليات تصحيح عيوب النظر بزرع العدسات اللينة، وعمليات حقن الجسم الزجاجي بالمواد الجديدة والتي تعطي نتائج رائعة في تحسين الإبصار لمرضى السكر ومرضى الشبكية. وكذلك سيكون هناك محاضرة تذكارية على شرف أستاذنا الأستاذ الدكتور سيد سيف الله يرحمه، ده كان مؤسس قسم طب وجراحة العين في جامعة المنوفية، وهتكون عن دور النخاع الشوكي في السائل الشوكي في المياه الزرقاء. ونسمع كلمة بقى من أستاذتنا الأستاذ الدكتور عودة السيف رئيسة المؤتمر ورئيسة القسم. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة دكتور خالد وفى كل حاجة، المؤتمر فيه كل ما هو جديد، عمليات المية البيضاء وعمليات قصر النظر والشبكية والجسم الزجاجي، وعمليات برضو الأطفال لسه في الجلسة الثانية فيها الأطفال، وعن الحقن داخل العين والمشكلة اللي حصلت في مستشفى الرمد، عن التهابات اللي حدثت بعد الحقن. احنا بنقول ان الحقن بالاطلاع على كل ما هو جديد، وطريقة الحقن ما بتعملش اي التهابات في المواد الجديدة المستخدمة. كمان بيشرفنا في المؤتمر اساتذة من جميع الجامعات ومستشفيات الرمد ومستشفيات معاهد الرمد، كل وزارة الصحة والتأمين الصحي. وطبعا شرفنا اساتذتنا كمان في الجامعات المختلفة، وان شاء الله نقضي يوم علمي مفيد وممتع باذن الله بكل ما هو مفيد.